Bonjour les amis, aujourd'hui on va apprendre des types de fleurs. مرحبا يا أصدقاء اليوم سنتعلم أنواع من الزهور والورود. Fleur de cerisier, زهرة الكرز. La fleur de cerisier est au centre des préparations de beauté depuis plusieurs siècles. Les plus anciennes civilisations l'utilisaient déjà dans la plupart des parfums pour sa senteur fleurie, mais aussi dans divers produits de soins pour ses qualités curatives. يدخل زيت زهرة الكرز في مستحضرات التجميل كالمرطب المقشر وكريم الجسم المعطر وأيضا في الكريمات التي تستخدم للتدليك والتي تزود الجسم بالطاقة والنعومة وذلك فضلا لاحتواء الزيت على الأملاح المعدنية ومختلف الفيتامينات وكذلك الفوسفور الحديد والكالسيوم. Chrysanthème, orchouan, les fleurs de chrysanthème font du jaune pâle au rouge vif, avec quelques variétés en vert et violet, représentées depuis des siècles dans l'art. Et ne sont pas seulement jolies à regarder. Les chrysanthèmes sont également comestibles. Ils sont utilisés à des fins médicinales depuis de nombreuses années. الفوائد الرئيسية للأقحوان مضاد للبكتيريا مقاوم للالتهابات مضاد للتشنج طارد للريح معرق ملطف للحمى ومقوي وموسع للأوعية الدموية زهرة الأقحوان الطازجة يمكن أن تدلك على الجلد بوصفات متعددة كروكوس الزعفران. Le crocus à safran est une petite plante vivace à bulles, originaire du bassin méditerranéen. Elle fleurit en automne, plus précisément en octobre. Durant 3 semaines, chaque bulbe donne au moins une jolie fleur violine en forme de cloche. علاج الربو تستخدم كذلك لعلاج السعال وهي مخفف للبلغم وواقية من العديد من الأمراض بإذن الله سبحانه وتعالى المزمنة مثل أمراض القلب وأمراض السرطانات وقد يكون لها أيضا دور في علاج الاكتئاب والزهايمر ولها فوائد كثيرة على صحة الإنسان وتعتبر من الأعشاب النادرة والعلاجية المفيدة لصحتنا في أيام البرد وطيلة فترات السنة وخصوصا في فترة البرد في فترة فصل الشتاء حيث يصاب الإنسان بالزكام وبالأمراض المختلفة في فترات الخريف وفصل الشتاء والحمد لله على نعم الله سبحانه وتعالى الكثيرة لتتواجد في الأعشاب وفي الأزهار الحمد لله. Narcisse sauvage ou jonquille, un narcisse berry. Les narcisses sont des plantes herbacées vivaces, bulbeuses, à feuilles basales et à tiges creuses, portant de une à plusieurs fleurs. Les fleurs comportent 6 pétales en forme de trompette. Le fruit est une capsule trilobée contenant généralement de nombreuses graines. Elle existe environ 400 espèces. أشار العلماء إلى أن هذه الزهرة الجميلة يمكن أن تكون المفتاح لعلاج الاكتئاب كمجموعة كثيرة من الأعشاب والأزهار والورود ومما كتبه وورد زورت أن مجرد التفكير في هذه الزهور وشم رائحتها والاستمتاع بألوانها الزاهية سبحان الله يجعل قلبي بالسعادة يمتلئ وبناء على ذلك يقول العلماء اليوم أن هذه الزهور يمكن أن تساعد في علاج حالات طبية في الدماغ وحالات كثيرة مرضية وكذلك العلاجات التجميلية كتساقط الشعر وليونة الجلد والكثير من العلاجات سبحان الله لأن الله سبحانه وتعالى سخر لنا هذه الثروة الطبيعية من أعشاب وورود وزهور لاستعمالات متعددة لما تحتوي على ما بها من فيتامينات واحتوائها على إفادات كثيرة جدا
الجلد والصحة بصفة عامة، وكذلك يمكن أن نستعملها في بعض الحالات وبعض الأزهار والورود للأكل، يعني استعمالات علاجية تستعمل في وصفات للأكل. Pissenlit al-Handaba. Le pissenlit, probablement originaire de l'Europe de l'Ouest, elle est notamment riche en fer, calcium, magnésium, vitamine C, IT, acide gras ou encore en antioxydants. Son usage en complément alimentaire est reconnu pour traiter le manque d'appétit, les troubles digestifs mineurs. تعتبر الهندباء البرية غنية بمادة خاصة تساعد الأوليغو فريكتوز في خسارة الوزن، وهي بالإضافة إلى غناها بالألياف الغذائية التي لا يخفى على أحد دورها في تخفيف الوزن، تساعد كذلك على تنظيم مستويات نوع خاص من الأحماض الأمينية والذي يرتبط بمشاعر الجوع والشهاء الطعام. Jasmin, al-yasamine. Le jasmin est également particulièrement utilisé sous forme de thé, tisane et huile essentielle pour ses nombreuses vertus sur la santé. Elle peut ainsi être utilisée aussi bien sur la peau que sous forme d'inhalation ou de boisson chaude et froide. تساعد زهرة الياسمين في تخفيف آلام العضلات كما أنها تعتبر مضاد للتشنج، وهي مفيدة أيضا في حالة التواء الالتواءات. تساعد زهرة الياسمين أيضا في التخلص من حب الشباب والدمامل أو الجروح وتقليل ظهور علامات التمدد. علاوة على ذلك يمكن استخدام الياسمين في تقليل علامات الشيخوخة لاحتوائها على مضادات الأكسدة. Lavande, al-khuzama. Les Romains profitaient déjà des qualités aromatiques de la lavande au terme et ils ont parfumé leurs vêtements et leurs bains. Son nom est d'ailleurs dérivé de lavare, un mot latin qui signifie laver. Le mot lavandière vient du fait qu'on ajoutait de la lavande à l'eau de lessive afin de parfumer les vêtements. Au Moyen Âge, ses pouvoirs désinfectants étaient reconnus et on en faisait des fumigations et des emplâtres destinés à combattre la peste. تحتوي عشبة الخزامة على بعض زيوت الطيارة التي تعتقد أنها تحفز الهدوء والراحة والصحة، ولذلك فإنها يمكن أن تقلل من مستويات التوتر والألم الخفيف، إذ أشارت إحدى الدراسات إلى أن استخدام الخزامة مع المريمية والورد تستخدم لعلاج الصداع والعصبية والتوتر، كما يمكن استخدام هذه العشبة كزيت في التدليك عن طريق وضعها على الجلد، مما يقلل كذلك من التوتر ويساعد على الاسترخاء ويساعد الأشخاص على النوم. ومن الجدير بالذكر أن اللافندر استخدمت منذ القدم لدى الأشخاص الذين يعانون من الأرق، حيث كان البعض يحشو الوسائد إلى يومنا هذا يحشو الوسائد بالخزامة للمساعدة على النوم. الورد روز. En appliquant chaque jour de l'eau de rose sur votre visage, vous combattrez efficacement l'apparition des rides. Riche en antioxydants, il contribuera à repousser le vieillissement de la peau, tout en dissimulant les rides et les ridules. L'eau de rose peut aussi être utilisée pour faire disparaître des vergetures. يستخدم ماء الورد أو الورد كمضاد للاكتئاب والقلق، حيث يعزز الثقة بالنفس ويزيد القوة الذهنية ويمد الشخص بالأمل والطاقة الإيجابية. يكافح الالتهابات فهو يخفف الحمى عن طريق تهدئة الالتهابات الناتجة عن المرض، كما يساعد في علاج التسمم الناتج عن ابتلاع مادة سامة، ويساهم أيضا في التئام الجروح. الزعتر. Le thym. Si vous souhaitez vous soigner avec du thym, il est préférable d'utiliser lorsque les symptômes sont déjà présents. On aime l'associer avec de l'origan ou de la cannelle pour prévenir la grippe ou autres maladies virales et bactériennes. Le thym
mélanger du curcuma ou du gingembre s'avère également efficace pour renforcer l'immunité et la vitalité. السعتر هو عشب من عائلة النعناع ربما تتعرف عليه من مجموعة التوابل الخاصة بك نطاق استخدامه مثير للإعجاب وكبير جدا ويحتوي على أكثر من 400 نوع فرعي استخدمه المصريون القدامى في عمليات التحنيط بينما استخدمه الإغريق كبخور بفضل مذاقه المميز ظل الزعتر عنصرا أساسيا في الطبخ حتى يومنا هذا لكن الزعتر يكتسب شهرة سريعة بسبب خصائصه الطبية مثل قدرته على المساعدة في علاج حب الشباب وارتفاع ضغط الدم ومن فوائد الزعتر كعلاج طبيعي للسعال وفي إحدى الدراسات ساعد مزيج من أوراق الزعتر واللبلاب على تخفيف السعال وأعراض التهاب الشعب الهوائية الحاد في المرة القادمة التي تواجه فيها السعال أو التهاب الحلق حاول شرب بعض شاي الزعتر ويساعد أيضا في الهضم بشكل ممتاز À bientôt les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu et partagez la vidéo avec vos amis et vos proches. إلى اللقاء يا أصدقاء. إذا أعجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة ولا تنسوا الإعجاب وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وأقاربكم.